الكربلاء، قولي لهم انتوا هذا المحافظ بلجة صار ستين ونص قاعد لو يشتغل ليل ونهار، قدم انجاز ما قدم، راضين انتوا عنه ما راضين عنه، والله عمي ذا قالش ما راضين عنه، ست وجدان. اني وياك، اني وياك، يعني مو قضيه تدافع عني عن المحافظ، لا لا اني ما ادافع على محافظتك انت، اني ما قلت انت اشتغلت، انت اشتغلت تنفس عبر قناتكم عبر القنوات الاخرى يا ست وجدان. طيب يا اختي، طيب هسه انا انطيتك مجال تحكي، خلي شويه احكي انا وياك. تمام، انا ما قلت انت ما تشتغل، ما اشتغلت، تقول عني هو الكلام، مو اكره واحكي وحب واحكي، صحيح. اما نتحدث بواقع ست وجدان، جنابك جنابك استلمت، بالعكس لا انا انا ومو واحد مثلا واحد مثلا زعلان شارعه بعد ما كامل يلتقون به ويقول ماكو عمار بالهنديه، لو ماكو عمار بالحسينيه والشغل بس بمركز المدينه، لا مو هذا الحكي. انت ناقشت، انا اقول مره ثانيه، مو تحدي، انا مو تحدي وياكم، بس اقول مره ثانيه، تعالوا يا تغيير، انت تعالي بنفس الوجدان، نعم. وطلع لايف من مركز المدينه والاقضيه والنواحي، وسألي سوي استبيان لأهل كربلاء، قولي لهم أنتوا هذا المحافظ بلجة صار ستين ونص قاعد لو يشتغل ليل ونهار، قدم إنجاز ما قدم، راضين أنتوا عنه ما راضين عنه، والله عمي ذا قالش ما راضين عنه، ذيك الساعة كل كل حال حديث. طيب أنا قلت بس لك، بس أقول لك في الشيء أنا ما أدعي أكملت كل شيء، أنت ما كملت شيء، بس المحافظ اللي يشتغل 18 ساعة باليوم ست وجدان، نعم. ست وجدان، المحافظ اللي يشتغل 18 ساعة باليوم ويدري مفاصل دواره مفصل مفصل ويعرف من هو اللي اشتغل بحي العامل ومن هو اللي اشتغل بعين التمر وشنو عنده مشكلة بالحور وشنو عنده مشكلة من هاي استبدلت، يعني سيد استبدال بعض جهوده وهو فريقه، عرفت التركة، أقول فالشي ست وجدان، نعم. عرفت التركة يا ست وجدان، يا أختي يا ست وجدان، نعم. أقول ست وجدان بس أخذ بج يا ست وجدان، الشعب العراقي، الشعب العراقي مر بظروف صعبة قاهرة، صحيح. بس اسمحي لي بهاي الدقيقتين، وهذه الظروف مرة من الفاسدين، مرة من الفاشلين، مرة من ومر الآن نفسه وقلبه ممرود، يريد لقصة نجاح، الآن اكو قصص نجاح في كربلاء، في الأنبار، في البصرة، في أربيل، خلوه يتنفسها، خلوه يتنفسها، ليش الآخرين قد يكون واحد قد يكون عنده مشكلة ويا ست وجدان، عنده مشكلة ويا المحافظ، عنده مشكلة ويا فلان، خاصة يجوز زعلان، يجوز ما مسلم عليه بالشارع ناسي، يجوز ما رايح للمناسبة، ست وجدان أني ما قلت، أني ما قلت قصص أنت نجاح جيدة، قصص النجاح كريمة، خلي يتنفس المواطن، طيب. الأمل يا ست وجدان، أني وياك، أني وياك، يعني مو قضية تدافع عني عن المحافظة، أنا ما أدافع على محافظتك أنت، أنا ما قلت أنت اشتغلت، أنت اشتغلت، خلي يتنفس عبر قناتكم عبر القنوات الأخرى يا ست وجدان، طيب. يا أختي، طيب هسه أنا انطيتك مجال تحكي، خلي شوية أحكي أنا وياك. تمام، أنا ما قلت أنت تشتغل، ما تشتغلت أنت، أول ما بديت تم استبدال بعض المدراء بالدوائر وتحفيزهم على نقل الخدمات، يعني رغم التخصيصات المالية وجائحة كورونا، قلت لك أنت تعاملت بهذا الملفين بشكل يعني مالي واحترافي، وسير إدارة المحافظة، كيف أنهيتم هاي المشاريع ودرتها المحافظة في خضم قلة التخصيصات وجائحة كورونا؟ أنا قلت لك بشكل احترافي تعاملت بهذا الملفين، تفضل. نعم ست وجدان، الآن أنا عندي أفضل منظومة إدارية في محافظة كربلاء، نعم. على مستوى العراق مدراء مهنيين بامتياز، أبعدت كل التدخلات الأخرى، أنا أتعامل بشفافية أولاً وبتعاون مع كل الأطراف الموجودة في كربلاء المقدسة، كل القوى الفاعلة في المحافظة من العتبات المقدسة إلى الجهات السياسية إلى أخرى، أتعامل بمعيار واحد، ولكن العمل الحقيقي في المحافظة هو بيد الدوائر الخدمية حصرا، لا يتدخل آخرون إلا بمستوى الدعم والإسناد والمساندة. جبت ناس مهنيين ست وجدان، جبت ناس همهم عملهم.